if I would like to be part of a new project. And of course, I say yes before he even told me what it is. The music is a fusion between Norwegian and Palestinian music. Some of Tarek's songs and some my songs and some traditional songs from Palestine and traditional songs from Norway. نلاقي طرق مختلفة وبدنا نبدع بكل الطرق الممكنة. فمنها الموسيقى وهاي الطريقة بتوصل للناس. عمالنا بنستوحي من الفولكلور انه يضلوا عماله بتجدد. كنا انا وهيلدجن عمالنا بنتبادل ثيمات معينة. هيك بدأ بساطة. الحلو في الموضوع انه الكل بضيف افكاره. موسيقيين قادرين وقادرين انهم يعطوا افكار كتير كتير خلاقة وكتير بتساهم في انه ينجح هذا المشروع. This is maybe a song, I don't know, this is a friend of mine who made it. It's from West Africa, he's from Mali, so we can do it for the concert. So جورج تفضح مار. مشيت الصبح ومشيت عصرية يا حباب لا ترحلوا ردوا حواليا. Thank you.
بدنا نروح نسجل في القدس، مش قادرين نطلع تصريح لحد الآن للمسقين الفلسطينيين، يعني لسه عم نحاول من خلال مؤسسات مختلفة، بس في مرحلة من المراحل إذا ما زبطتش مضطرين إنه نحاول نزرق ندخل على القدس عشان نسجل، والله يستر. حزمة دخلتو؟ يلا الحمد لله على السلامة. خلص العام الجمعة عشان خلص احنا الثلاث صح؟ اه طيب يلا الموت مع الجماعة رحمة.